مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر ويقول إنه يستند إلى مفاهيم مغلوطة. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود تنمية الموارد الدولارية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع السياحي. مؤشرات أوكرانية على انسحاب روسي محتمل من محطة زابوريجيا، وبريطانيا تقدم لكييف حزمة مساعدات تشمل صواريخ عالية الدقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استنكر مجلس الشيوخ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة للمجلس اليوم أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة للدعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية. وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمها، وهذه الأمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها لا سيما مصر الأبية. وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضا بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعا، وهو ما يقود أحقية صدوره ومصداقيته. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الدولة عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم. وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره. We'll be right back.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في اطار التنسيق بين الحكومه والبنك المركزي لتحدي السلع الاساسيه والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الامنه. شهد الاجتماع التاكيد على استمرار التنسيق فيما يتعلق باتاحه الموارد الدولاريه اللازمه لتدبير السلع الاساسيه وكذا مستلزمات الانتاج المطلوبه للقطاع الصناعي. كما شهد الاجتماع أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية. وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح عدد من مشروعات الوزارة والتي من بينها الإنشاءات الشبابية والمشروع القومي للمدن الشبابية بالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية. وأشهد الفريق أسامة عسكر بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمعا للصناعات يضم هنجرا لإصلاح الدبابات وورشا لصناعة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات. وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض الغردقة الجوي 2022 فوق مدينة سهل حشيش في 30 من نوفمبر الجاري. هذا ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية لعدد من العروض أثناء فعالية المهرجان. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 622 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 825 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 725 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 60 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 904 قضايا من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و248 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 574 عنصراً إجرامياً ومصرع 7 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 306 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 93 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1189 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش، 2 جرينوف، 205 بندقية، 102 بندقية آلية، و55 مسدساً، و824 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل1404 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 559,117 حكماً قضائياً، من بينهم 2,313 حكم جناية و 200,714 حكم حبس و 274,866 حكم غرامة و 81,224 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 96 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1780 متهماً، من بينها قرابة 285 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 496 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 73.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 20.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 34.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 16,258 قرص مؤثر و 18,364,194 قرصة ترامادول مخدر وعدد 37,063 قرصة كيبتاجون مخدر
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 1,518,000,000 جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. قال رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو أتوم بيتر كوتين إن هناك مؤشرات عن أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا النووية التي سيطرت عليها في مارس الماضي. وأشار رئيس شركة إنرجو أتوم الأوكرانية إلى تلقي معلومات في الأسابيع الأخيرة تفيد باستعدادات روسية لمغادرة المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، بما قد يشكل تحولا كبيرا في ساحة المعركة بمنطقة زابوريجيا والتي ضمتها روسيا إلى سيادتها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ جو أرض عالية الدقة من طراز بريمستون 2، وذلك كجزء من حزمة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا. وأضافت الدفاع البريطانية أن هذه الحزمة من المساعدات من شأنها لعب دور حاسم في عرقلة التقدم العسكري الروسي في المدن والبلدات الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تسعى للتقدم في دونيتسك، ولكن من غير المحتمل أن تتمكن من الاستيلاء على ما تبقى من المنطقة. وأوضح التقرير البريطاني أن جنوب وسط منطقة دونيتسك كان مسرحا لقتال عنيف خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تحقق موسكو تقدما يذكر، مشيرا إلى تكبد مشاة البحرية الروسية خسائر فادحة خلال المواجهات. أعلنت كييف أن القوات الروسية نفذت 54 قصفا على منطقة خيرسون خلال 24 ساعة الماضية. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إنها تصدت لمحاولات تقدم روسية قرب 5 مواقع في دونباس شرقي أوكرانيا، ولم تكشف هيئة الأركان الأوكرانية المزيد عن طبيعة الهجوم ونتائجه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجمات أوكرانية على محوري دونيتسك ولوهانسك، فضلا عن قتل نحو 70 جنديا أوكرانيا. كما تحدثت الدفاع الروسية عن مقتل 210 ممن سمتهم القوميين الأوكرانيين و100 مرتزق أجنبي خلال 24 ساعة. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر عددا من الجنود الروس الذين تم الإفراج عنهم في أحدث تبادل للأسرى مع أوكرانيا، وهم يخضعون للفحص الطبي في مستشفى عسكري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تبادل 9 جنود قبل نقلهم إلى العاصمة موسكو لتلقي العلاج الطبي وإعادة التأهيل. توقعت الأرصاد الجوية الأوكرانية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة كييف بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وقالت شركة تشغيل الكهرباء قالت إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية 3/4 احتياجاته الاستهلاك فقط، مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الحكومة الأوكرانية مغادرة 7 سفن محملة ب 248 ألف طن من المنتجات الزراعية متجهة إلى آسيا وأوروبا عبر البحر الأسود.
وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إلى أنه يجرى تحميل 740 ألف طن من المنتجات الزراعية على متن 19 سفينة أخرى، موضحة أنه حتى الآن خرجت 501 سفينة محملة بنحو 12.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا منذ أول أغسطس الماضي. أكدت روسيا أنها لن تصدر إنتاجها من النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أوضح أن روسيا لن تتاجر في النفط ومنتجاته أو الغاز مع البلدان التي تفرض قيودا على الأسعار، مشيرا في الوقت نفسه إلى متابعة موسكو والمستجدات الدائرة حول هذا الأمر. وضعت الجبهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد خلال الشتاء، خاصة مع تواصل أزمة الطاقة العالمية. وتشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة واستخدام الغاز وفقا لها ومعدل التخزين والوضع في البلدان المجاورة. مع اقتراب شبح شتاء قارس البرودة في أوروبا، وضعت الجهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد في ظل تواصل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على القارة العجوز. وكالة الشبكة الفيدرالية للغاز في ألمانيا أكدت أن قيم تلك المؤشرات سوف تمثل عاملا أساسيا في تحديد ما إذا كانت البلاد تواجه حالة طوارئ أم لا، حيث تشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة ومعدل التخزين والوضع في البلاد المجاورة. إلى ذلك تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم، مع سعيها لاحتواء تداعيات التحركات الروسية والرمية إلى خفض إمدادات الطاقة. وفقا لمسؤولين حكوميين، فإن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو ستدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم، وستقدم دعم لمستهلك الغاز بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير. تنص آلية كبح أسعار الغاز على نيل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة حدا أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلو وات في الساعة مقابل 80% من استهلاكها المعتاد. في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز بنسبة 20% المتبقية من الاستهلاك، ويسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لتأمين إمدادات الغاز في هذا الشتاء مع تحسين مستوى تخزين الغاز في ألمانيا والذي امتلأ الآن بنحو 99%، لكن يظل اقتراب موجة البرودة اختبارا صعبا لنظام الطاقة الألماني. رجح مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات. وبدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 من ديسمبر المقبل. ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير أنهم غير متفقين بشكل كامل على وتيرة رفع الفائدة. قالت مصادر إعلامية فرنسية إن العاصمة باريس تترقب ارتفاعات جديدة في أسعار تذاكر النقل العام بنسبة تصل إلى 20%، ومن المتوقع أن تذهب هذه الرسوم الجديدة لصالح صندوق عمال النقل لزيادة الرواتب. كان إضراب واسع نطاق لعمال المكتب المستقل للنقل في باريس قد جرى في 10 نوفمبر الجاري وأدى إلى شل عمل المترو تقريبا، وكان أحد المطالب الرئيسية للمضربين هو زيادة الأجور على خلفية التضخم القوي الذي تشهده البلاد. نشرة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. رئيس المعهد الأمريكي للأمراض المعدية يقول إن فيروس كورونا لم ينتهي.
قال رئيس المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه يجب نسيان فكرة أن جائحة كورونا انتهت، وأشار فاوتشي إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل وفيات بنحو 400 حالة يوميا، مؤكدا مواصلة العمل على تطوير لقاحات كورونا ومعززاتها لمواجهة الفيروس ومتحوراته. We have vaccinations for influenza. We're already starting to see an early surge. تصاعدت الاحتجاجات في عدة مدن صينية ضد إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، ودفعت السلطات الصينية بقوات للشرطة في أماكن الاحتجاجات لمنع انتشارها في وقت تكافح فيه البلاد موجة جديدة من انتشار الفيروس. تزايد في الإصابات واحتجاجات على القيود، صراع تواجهه الصين أمام موجة جديدة من التفشي لفيروس كورونا. لليوم الرابع على التوالي سجلت الصين ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا الجديدة، فلجنة الصحة الوطنية أعلنت تسجيل 39,791 إصابة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 307,000 حالة. اللجنة الصحية الصينية أشارت أيضا إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 5,233 وفاة. مدينة شنغهاي شهدت احتجاجات ضد قيود كورونا، خاصة بعد حدوث حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد، وأثيرت تكهنات بأن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص. وتواجه الصين زيادة في الإصابات التي أدت إلى عمليات إغلاق وقيود أخرى في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث تلتزم بكين بسياسة صفر كورونا حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا. أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد أن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارات. يأتي ذلك فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. لا تكاد التوترات في شبه الجزيرة الكورية تخبو حتى تعود من جديد وبشكل أقوى. أحدث حلقات تلك التوترات جاءت خلال احتفال بإطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد العابر للقارات، والذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم الوحش، ووصفته بيونغ يانغ كأقوى سلاح استراتيجي في العالم. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد خلال حفل الإطلاق أن الصاروخ يشكل قفزة هائلة في تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ باليستية، لافتا إلى أن الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل في حماية كرامة الدولة والشعب. يأتي إطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، وفي وقت عززت فيه سول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري والمناورات المشتركة. هذا وأعلنت كوريا الشمالية في سبتمبر أن وضعها بوصفها قوة نووية هو أمر لا رجوع فيه، لتغلق بذلك نهائيا الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، كما توعدت الولايات المتحدة برد نووي حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. من جانبها تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن تجري بيونغ يانغ قريبا تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ 5 سنوات، ليبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات. أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا بعد وقوع انهيار أرضي هائل أسفر عن انهيار 10 مباني على الأقل ومصرع 3 أشخاص وفقدان 10 آخرين. وقالت الحكومة الإيطالية إنه تم تخصيص 2 مليون يورو من صندوق الطوارئ الوطني، الأمر الذي يعني توفير إغاثة مالية للسكان المتضررين لمدة عام. من جانبه أكد رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية فابريتسيو كورسيو أن الهيئة تقوم بتقييم ما وصفه بمأساة جزيرة إسكيا من وجهة نظر إنسانية.
إنها مأساة حقيقية لأن أهالي الجزيرة تضرروا بشدة. الآن نقوم بتقييم هذه المأساة من وجهة نظر إنسانية، لكنها بالتأكيد مأساة لأن هذه أحداث مأساوية كما نرى من الصور والتقارير التي نتلقاها من رجال الإنقاذ. ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق عدد من النواب بشكل مبدئي على مشروع القانون على أن يستكمل المجلس المناقشات في جلسة قادمة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ووافق عدد من النواب بشكل مبدئي على مشروع القانون عقب عرض تقرير لجنة الإسكان. أرى أنه لابد من وقفة أمام مشروع القانون الذي أعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جموع المواطنين لما له من أهمية خاصة. في هذا الصدد أتقدم لحكومتنا الرشيدة بوافر الشكر والتقدير على تقدمها بهذا المشروع. أنا شايف أنه هو هيعمل انفرادة كبيرة وفي نفس الوقت مصدر من مصادر تعظيم موارد الدولة وبيحقق العدالة الاجتماعية، لأن أنا من خلاله هطور البنية التحتية، هتوسع في المساكن لمحدود الدخل والمتوسط الدخل، وفي نفس الوقت هو هنا مأكد لي على حاجة كويسة جدا ان الاصل العام هو ازالة المخالفات بينما التصالح هو الاستثناء، ده برضو عشان عدم التمادي. وبناء عليه يا سعادة الرئيس يعني وافق من حيث المبدأ وأدعو المجلس الموقر للموافقة. وخلال الجلسة قرر رئيس المجلس إحالة مشروعي قانونين في الموضوع ذاته مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والنقل والشؤون الدستورية لدراسة وإعداد تقرير بشأنه. وشهدت الجلسة حضور وفد من فيتنام برئاسة نيجون دوك هاي عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يواصل المناقشات في جلسة أخرى. وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. في ظل القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 واللي أحدث حالة من عدم الرضا الكبير جدا لدى المواطنين وحالة من عدم التطبيق، لأنه بالأرقام التي تقدمت لطلبات التصالح أكثر من 2,900,000 طلب لم يتم البت في أكثر من 100,000 طلب، وده بيعكس حالة عدم الرضا ويعكس حالة أيضا عدم توافق القانون مع الأرض الواقع. تقدم تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ونائب عمرو درويش بمشروع قانون لكي يفك هذا الاشتباك، وأيضا تقدمت الحكومة والنائب إيهاب منصور بنفس مشروع قانون ايضا. يعني مشروع القانون الجديد بشكله الجديد اعتقد انه هيفك الاشتباك ما بين المواطن وما بين الجهاز الاداري للدوله، هيعطي الجهاز الاداري للدوله الاحقيه في تقنين الاوضاع الحاليه التي اصبحت على ارض الواقع ولا يمكن يعني تعديلها او اعادتها الى اصلها. يعني كمان القانون بيتوافق ايضا مع النصوص الدستوريه في جميع مواد الدستور. في النهايه نتمنى انه مشروع القانون يحوز على رضا المواطنين. الحقيقه القانون دوت بيعالج كثير من العوار اللي واجه قانون 17 سنة 19 واللي أدى إن حوالي 180 بس ملف اللي تم التصالح عليهم من إجمالي 2,900,000 طلب. الحكومة ارتأت إن في بعض المعوقات فحبت إنها تعالجها، قدمت المشروع لمجلس النواب ومجلس النواب أحله لمجلس الشيوخ.
اللجنة حقيقة بشكرهم على المجهود اللي اتعمل خلال 3 جلسات، قدرنا نحط ايدينا على كثير من العوار برضو في بعض النصوص. اولها ان احنا لغينا المشروع القانون القديم، وشلنا فقرة مهمة جدا وكانت السماح بالتصالح على الاماكن الاثرية وحوض نهر النيل، ده طبعا اتعرض مع مادة 44 ومادة 45 من الدستور، فبالتالي ازلنا هذه الفقرة. يسرنا برضو للمواطنين بحيث ان المباني المقامة على ارض اقل من 2 متر واقل من 3 ادوار يسمح لها تقديم تقرير سلامة انشائية من مهندس معتمد بدل ما يبقى مكتب استشاري. الحقيقة النهاردة كانت زي ما حضرتك ذكرت مناقشات هامة للغاية حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنينها، والحقيقة ده مش التعديل الأول. احنا عارفين ان القانون صدر الأول قانون رقم 17 لسنة 2019، ثم بعد ذلك أتى التعديل عليه قانون رقم 1 لسنة 2020، والنهاردة مجلس الشيوخ كان بيناقش تعديلات جديدة على هذا القانون، لأن الحقيقة بعد التطبيق الفعلي وبعد إقرار هذين القانونين اصطدم بالبيروقراطية واصطدم بالكثير من المعوقات للعمل داخل الأجهزة التنفيذية، خلت المواطن الحقيقة ما يستفدش بهذا القانون. وبعد مرور أكثر من 3 سنين كان لازم نناقش هذه التعديلات. شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن 30 في نسختها الأولى والمنعقدة بمدينة جونة، وعلى هامش القمة تم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط لتكون المؤسسة أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة 5 من منتدى شباب العالم. انطلقت فعاليات منتدى مصر للإعلام بمشاركة أكثر من 1200 من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب. يناقش المنتدى على مدى يومين كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والموضوعات التي شكلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة. كما يعد المنتدى منصة دولية لتبادل الخبرات الإعلامية وتطوير مهارات العمل الإعلامي واستمراره في إطلاق مجموعة تدريبات صحفية للصحفيين والإعلاميين لوضعهم على خارطة طريق جديدة لإعلام المستقبل. الحدث احنا انتظرناه كتير جدا، سنوات طويلة كنا منتظرين حدث في مصر يجمع كل أطراف الصناعة، يجمع الصحفيين بالعاملين في مجال التكنولوجيا، العاملين في مجال اقتصاديات الإعلام، المشرعين. المنتدى يضم الكثير من المحاور المهمة التي تشكل وجدان الجمهور في المرحلة المقبلة، وتعتبر تحديات كبيرة وكثيرة في ظل العولمة وفي ظل المحاور أو في ظل مستقبل العمل الإعلامي. بنتكلم على منتدى مصر للإعلام بيشتبك مع القضايا الرئيسية اللي ليها علاقة بصناعة المحتوى، اللي ليها علاقة بدراسة الأجيال الجديدة والجمهور الجديد اللي بدأ يتعاطى مع الوجبات الإعلامية بكل أشكالها. لابد كل الإعلام أن يكون مواكبا للتكنولوجيا الحديثة، لأن التكنولوجيا الحديثة متطورة، وأيضا لدينا أيضا الذكاء الاصطناعي وهناك الخوارزميات تحيط بنا من كل جانب. أصبح اليوم الهاتف هو بأيدينا، أصبحت الصحف والإعلام والإذاعات أيضا موجودة في أيدينا. الورش الرائعة اللي بتتم في المنتدى بتناقش قضايا هامة، قضايا عالمية هامة بمختلف التوجهات، سواء حرية الصحافة أو التجديد الذي يتم في الصحافة والإعلام ودخول المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. في حاجة مهمة جدا ظاهرة في المنتدى السنة دي، وهي نسبة الشباب الكبيرة اللي واخدة جزء أكبر بكتير جدا في المنتدى. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وليلى عمر. أهلا، شكرا لكم دينا وسحر، ونتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية.
أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 62 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أن الإفراج يستهدف توفير كمية من الذرة والصويا بالأسواق والتي تعد من المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن. وأوضحت الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. أعلن وزير البترول طارق الملا تصدير مصر نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، أوضح الملا أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكامل بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية وبدعم كامل من الرئيس السيسي والحكومة. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14.7 مليار جنيه ليصل لمستوى 855.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و50 قرشا للشراء و24 جنيها و57 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيها و27 قرشا للشراء و25 جنيها و56 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 29 جنيها و63 قرشا للشراء و29 جنيها و73 قرشا للبيع. وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. تراجع نشاط الشركات الصناعية الصينية في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين مع فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشر الأولى من عام 2022 على أساس سنوي. ختام أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لسحار ودينا، إليكما. شكرا لك ليلى. أضاءت وزارة الخارجية مبنىها بكلمة احتفالا بيوم المتوسط، وهي كلمة مدّاي، والذي تتشارك مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في الاحتفال به. وتحتل مصر مكانة فريدة في منطقة المتوسط بموقعها المتميز وتاريخ التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب المنطقة على أرضها. وتعد مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية شاهدتين عليه عبر العصور. وقد اهتمت مصر بالدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولعبت دورا كبيرا في نشأة المؤسسات المتوسطية الحالية، وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة أناليندا للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية.
تسلمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني جائزة العمل الفائز بتمثيل مصر في بينال فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18 خلال الحفل الذي نظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضري بسينما الهانجر. وتضمن الحفل إعلان الفريق الفائز وتسليم وزيرة الثقافة 6 شهادات تقدير ل6 مشروعات متميزة اختارتها لجنة التحكيم التي تم تكريمها أيضا، وافتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. وعودة مرة أخرى إلى ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم أخبار الكرة والملاعب ومنافسات بطولة كأس العالم. فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس العالم 2022. بهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 3 نقاط. وعقب المباراة احتفل المشجعون المغاربة بالفوز على بلجيكا في المونديال، وامتلأت شوارع العاصمة القطرية الدوحة بالجماهير المغربية التي عبرت عن سعادتها بالفوز واقتراب صعود المنتخب المغربي إلى دور 16 من كأس العالم لعام 2022. هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنتخب المغربي بعد فوزه على بلجيكا في كأس العالم، وخلال تغريدة له على موقع تويتر قال أبو الغيط إن أداء منتخب المغرب أسعد الجمهور العربي في كل مكان، متمنيا التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة. فاز المنتخب الكرواتي على نظيره الكندي 4 أهداف مقابل هدف ضمن مواجهات المجموعة 6 من كأس العالم 2022. بهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط يتصدر جدول ترتيب المجموعة، بينما ظل منتخب كندا بالمركز الأخير بدون نقاط ليودع منافسة المونديال. وتغلب منتخب كوستاريكا على نظيره الياباني بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة 5 بكأس العالم 2022. ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل في هذا الفوز للاعب كيشر فولر والذي سجل هدف المباراة الوحيد، لتحصد كوستاريكا أول 3 نقاط لها في النسخة الحالية من البطولة، بينما توقف رصيد اليابان عند 3 نقاط. يلتقي المنتخب الإسباني الآن مع نظيره الألماني ضمن مواجهات المجموعة 5 من كأس العالم 2022، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. أرحب بك محمود، واطلعنا على الأجواء عندك خاصة بعد فوز المنتخب المغربي اليوم على بلجيكا، كيف تبدو الصورة؟ برحب بك اكيد يا ليلى، وبرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمه القطريه الدوحه، تحديدا من درب لوسيل او لوسيل بوليفارد احدى اكبر الاماكن المشجعين هنا في الدوحه. وطبعا يوم كان جميل جدا للعرب، يوم جميل جدا طبعا خصوصا للاخوه المغاربه بانتصار على منتخب الكرواتي منتخب البلجيكي ثالث كاس عالم 2018 في النسخه السابقه. ولكن خليني الاول احكي لك النهارده كان في مفاجاه كبيره جدا في المباراه الاولى اللي كانت الساعه 1 ظهرا بتوقيت قطر، واللي انتهت بفوز المنتخب الكوستاريكي على المنتخب الياباني. المنتخب الكوستاريكي الاضعف في المجموعه تقريبا ما شاطش غير شوطين بس في هذا المونديال، منهم واحده دخلت في المنتخب الياباني اللي اضاع فرص كثيره جدا جدا، واحصائيات المباراه كانت كلها للمنتخب الياباني عشان تشتعل المجموعه ويبقى كل فرقه المجموعه ليها فرصه وامل ان هي تتاهل. ولكن عاوزين ندخل على مباراه المنتخب المغربي وملحمه منتخب المغرب اللي عمل النهارده اداء ولا اروع ولا اجمل مع المنتخب البلجيكي صاحب برونزيه كاس عالم 2018.
المنتخب المغربي يقدر يكسب 2-0 في مباراة كان فيها روح كبيرة جدا من المنتخب المغربي وانتصار تكتيكي قوي جدا من وليد الرجرابي المدير الفني الوطني اللي عين بس قبل المونديال بحوالي 3 شهور مكان المدير الفني خاليوزيتش. والمفارقة اللي كانت غريبة النهاردة ان المدير الفني خاليوزيتش اللي مشي من المنتخب المغربي كان بسبب عدم ضمه لأفراد معينة زي حكيم زياش اللي كان نجم من نجوم المباراة النهاردة. شفنا وليد الرجرابي المدير الفني المغربي النهاردة بيعمل تغييرات رغم ان نجم النجوم مباراة لاعب اسمه سفيان بوفال كان زعلان جدا ان هو طلع من التبديل اللي حصل معاه، ولكن الناس اللي نزلت او اللعيبه اللي نزلت هي اللي عملت الفرق مع المنتخب المغربي. عاوز اقول لك على اجواء بقى الجماهيريه هنا في قطر من بعد طبعا ما انتهت المباراه الكبير المغربيه، فضلت قاعد في الاستاد فتره كبيره جدا جدا جوه الاستاد بيهنوا اللعيبه وبيحيوا اللعيبه وبيحيوا المدير الفني وكلهم سعداء جدا. وبمجرد خروجهم من الاستاد تحولت كل جماهير المغرب في كل اجواء الدوحه، اللي راح لوسيل واللي راح البيرل مدينه العلوه واللي راح الكورنيش واللي سواقف كله دلوقتي يكتسب اللون الاحمر لون المنتخب المغربي. فرحه عظيمه كبيره جدا لان المنتخب المغربي بنسبه 70 او 80% خلاص تاهل الى الدور الثاني، لان اي نتيجه يعني لو خد نقطه بس المباراه الجايه او حصل الثلاث نقاط عنده امل طبعا يعني كبير جدا ان هو يعدي ممكن يكون اول المجموعه. فكانت فرحه عارمه وكبيره جدا جدا للمنتخب المغربي وللجماهير المغربيه اللي ملت الشوارع. وعاوز اقول لك ان الناس كلها انا مبسوطه لان امبارح المنتخب السعودي والمنتخب التونسي للاسف خسروا المباراتين بتاعهم، وبعد ما كان العرب في اول جوله ممتازين، ولكن النهارده المنتخب المغربي بيعود مره اخرى يعني يبسط العرب كلهم، وكلنا كنا سعداء باداء المنتخب المغربي. في نفس المجموعه برضو المنتخب الكرواتي يحصل على 3 نقاط من المنتخب الكندي اللي جاب اسرع هدف في البطوله حتى الان بعد مرور 69 ثانيه. الفونسو ألفيس لاعب بايرن ميونخ بيحرز هدف بعد 69 ثانيه فقط، ولكن المنتخب الكرواتي بيرد بقوه عشان يحصل على 4 نقاط زي المنتخب المغربي. والمنتخب البلجيكي معهوش غير نقطه واحده بس والمنتخب الكندي 0. فهنشوف ان شاء الله المباريات اللي جايه او المباراه بتاعت الجوله الثالثه بقى ما بين المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي هتبقى فيها صراع كبير جدا على بطاقه التاهل، لان المنتخب المغربي يخفي فقط التعادل عشان يتاهل للدور الثاني في مباراته القادمه. نتمنى زي ما انا سمعت كمان بتتكلمي على منتخب اسبانيا والمانيا اللي بيلعبوا دلوقتي، وهي طبعا قمه الجوله الثانيه ولسه النتيجه لغايه دلوقتي 0-0. نعم بشكرك محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري مباشره، كنت معنا من العاصمه القطرية، وبالتأكيد نتمنى الفوز والتأهل للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم. تتواصل غدا مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لعام 2022، وفي مباريات الغد يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره منتخب أوروغواي، وتلتقي كوريا الجنوبية مع غانا، في حين تواجه الكاميرون منتخب صربيا. تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب بضربة الترجيح بواقع 4 ركلات مقابل 3 في الدور ربع النهائي من المسابقة. كان الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح الأهلي. صعد بيراميدز إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر بعد تغلبه على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وسجل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 ليضرب بيراميدز موعدا مع الزمالك في الدور نصف النهائي. ختام جولتنا الرياضية عودة مرة أخرى لصحر ودينا، إليكما من جديد. شكرا لك ليلى عمر. أقيمت مندوبة للقردة ضمن مهرجان القرود السنوي في مدينة لوبوري وسط تايلاند، حيث تعد القرود رمزا للمدينة. ويقول مؤسس المهرجان إن مهرجان القرود حدث ناجح يساعد في الترويج السياحي كل عام، ويقام كوسيلة لإظهار الامتنان للقرود لدورها في تنشيط السياحة.
والآن نتحول إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. والبداية بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، الإسكندرية 22-15، مطروح 22-14، بورسعيد 23-17، الإسماعيلية 23-15، السويس 22-15، العريش 22-16، طابة 22-15، شرم الشيخ 27-19، والغردقة 27-18. الأقصر العظمى فيها 27، الصغرى 15، أسوان 28-15، الوادي الجديد 25-13، شلاتين 26-20، وأخيرا حلايب 25-20. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ونتابع معكم الآن أبرز لقطة لهذا اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر ويقول إنه يستند إلى مفاهيم مغلوطة. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود تنمية الموارد الدولارية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع السياحي.
ومؤشرات أوكرانية على انسحاب روسي محتمل من محطة زابوريجيا، وبريطانيا تقدم لكييف حزمة مساعدات تشمل صواريخ عالية الدقة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دينا؟ ازيك يا صحر؟ عامله ايه الاخبار؟